إنني بجوار مسجد لكنه يبعد عن البيت 2 كيلو متر، وأنا أسمع الأذان عبر مكبرات الصوت، فهل يلزمني الذهاب بالسيارة؟ لأنني لو ذهبت ماشيا فستفوتني الصلاة، جزاكم الله خيرا. المقياس في هذا أن يسمع النداء بدون مكبر الصوت، بالصوت المجرد. فإذا كان يسمع النداء بالصوت المجرد بدون مكبر فإنه يجب عليه أن يذهب إلى الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن أم المكتوم لما سأله هل له رخصة أن يصلي في بيته؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الحضور بسماع النداء. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. تعلق وجوب السعي أو علق الأمر بالسعي في النداء في صلاة الجمعة. أما مكبر الصوت فإنه ليس مقياسا لأنه يمتد إلى مسافات بعيدة. وعلى كل حال إذا كان يمكنك أن تحضر للصلاة فإنه يجب عليك، خصوصا إذا كان عندك وسيلة وهي السيارة تؤديك للمسجد، فإنه من الخير لك والأفضل لك. ولو كنت تبعد عدة كيلوات قد يسر الله لك وسيلة تنقلك إلى المسجد، فهذا من الخير الكثير. وقد كان بعض الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بيوت بعيدة عن المسجد كانوا يأتون إليها للصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يتحولوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، فحثهم صلى الله عليه وسلم على البقاء في ديارهم وإن كانت بعيدة من أجل أن تكثر خطواتهم إلى الصلاة، ويكتب المسلم بكل خطوة يخطوها إلى المسجد يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.